وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجنا نبض الاتحاد. وكما عودناكم كل أسبوع مشاهدينا نستضيف نخبة من رجال الأعمال القائمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن بين رجال الأعمال معنا اليوم رجل أثبت كفاءته وهمته في مجال إدارة الأعمال. رحبوا معي بالسيد عبد الكريم الدوري. أهلا فيك سيد عبد الكريم. أهلا وسهلا ومرحبا. كيفك شخبارك؟ أهلا وسهلا. نورتنا سيد كريم. الله يبارك فيك. شكرا. بداية أستاذي نريدك أن تعرف للجمهور عن نفسك. من هو سعادة رجل الأعمال عبد الكريم الدوري؟ أنا عبد الكريم الدوري صاحب محامي صغرناطة بالشارقة. أهلا فيك سيد عبد الكريم. لو تحدثنا عن محمصة غرناطة وكيف كانت بدايتها في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ما وصلت عليه الآن من تميز. الحمد لله رب العالمين. نحن هي المصلحة ورثناها من أبائنا وأجدادنا. نعم. انتقلت من سوريا على دولة الإمارات العربية المتحدة. بدينا بالسبعينات تقريبا في دبي، وانتقلنا للشارقة في عام 1985 إلى الآن والحمد لله رب العالمين. أستاذ عبد الكريم، يا ريت تحدثنا عن الشيء اللي يميز محامص غرناطة بالتحديد ما بين المحامص المتواجدة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. القطاع اللي تشتغلوا فيه في منافسة عالية، بس كيف استطعتوا انتم تكسبوا الزبائن وتجيبوا هالخبرة هاي ما شاء الله الكافية عندكم؟ سيدي الحمد لله رب العالمين، الخبرة بتلعب دور كتير كبير. المصداقية مع الزبائن، أولويات الزبون هي بالنسبة لنا الدرجة الأولى. لا تنسى أنه القطاع الأول المكسرات دائما في تطور، دائما في شيء جديد. نحن الحمد لله في عنا متابعة لهالقطاع هذا، ودائما في بيننا وبين الكاستمر ما في حاجز، دائما في تواصل مباشر بيننا وبينه، بنشوف شو لازمه شو ما لازمه، شو الاشياء اللي مثلا اذا كان في شكاوي عم بيشكي منا، اذا في محاسن نحاول انه بالفعل نقدم اكثر ما عندنا. السرعه بالتلبيه، سرعه بتوصيل الطلب للكاستمر، هالامور هي يعني الحمد لله هي سبب نجاحنا ولله الحمد. طبعا استاذ عبد الكريم بيسالك، يعني في مجال توصل لامارات غير امارات مثلا الشارقه بالتحديد، خارج مثلا دبي، عجمان، مناطق؟ طبعا سيدي، طبعا يعني كل بني ادم طموح وبيحب انه يتوسع ويكبر من حاله، وان شاء الله الله كريم. حالياً هلا نحن بالشارقة عم نوصل الحمد لله رب العالمين لكل الإمارات بتوزيعنا. مستقبلا إن شاء الله راح يكون بإذن الله تعالى في أفرع تاني إن شاء الله رب العالمين. طبعا أستاذ عبد الكريم، بما أنك ما شاء الله عنك شاب وبداية مشوار شبابك، بدنا منك هيك نصيحة للشباب المبتدئين في مجال العملهم والاستثمار بالتحديد، شو بتوجههم رسالة حتى يكونوا ناجحين في مجال عملهم؟ نعم سيدي، هلا فينا نقول أهم شيء إنه الإنسان أو الشخص يشتغل بالأشياء اللي هو بيفهم فيها، لأن الشغلة اللي بتفهم فيها أكيد رح تبدع فيها إن شاء الله رب العالمين. طبعا أستاذ عبد الكريم، كل قصة نجاح لابد يكون وراها مسيرة عمل. بدنا نتحدث الآن عن دور الموظفين في مجال عملكم. كيف يتم الانتقاء الموظفين في محامص غرناطة والخبرات اللي موجودة عندهم، ما هي الرسالة اللي تتوجه؟ أكيد سيدي، ما في شك الخبرة ضرورية تكون موجودة بالموظف، بالإضافة لأنه نحن في عنا أشياء تانية، يعني الخبرة الموجودة عنده نحن بنرجع بنضيف له أشياء تانية من عنا مشان تجتمع الاثنين مع بعض ويقدر يطلع ينتج انتاج كتير كويس ومنيح. والحمد لله في تعاون بيناتنا، في تواصل مباشر بيننا وبينهم. لا بالنسبه للموظف ما بيحس حاله الحمد لله انه بمكان يعني في رئيس عمل وفي مدير او في كذا، دائما في تواصل مباشر بيننا وبينه، بنستمع له اي شيء، اذا بيزعجه مبسوط منه، في شيء مضايقه بنوفر له كل اساليب الراحه ويكون مبسوط حتى يقدر ينتج. يعني نعتبره المحامص، يعني المحامص غرناطة هو البيت الواحد. بالضبط هذا الكلام صحيح. صحيح. بيت عائلي، يعني اخوه اصدقاء. اكيد اكيد اكيد. الحمد. سيد عبد الكريم، لمن توجه رساله شكر
إلى شخص يعني دعمك في حياتك وكان هو مصدر ثقة لك ومصدر أمان وكان يدفع بك وبمصالحك وبمصالح شركتكم إلى الأمام؟ نعم، رسالة وبطاقة الشكر أنا بهديها لوالدي الحاج سعيد الدوري رحمة الله عليه، اللي أنا تعلمت منه كتير وأخذت منه كتير، والله يرحمه يا رب. بعد وفاته أكيد أهلي وإخواني وقفوا جنبي وكنا إيد بإيد وحدة الحمد لله، وموجودين وعم ننتج وعم نستثمر والحمد لله رب العالمين. طبعاً إحنا كمان بدرنا نترحم عليه ونقول ربنا يرحمه، وإن شاء الله يا رب اللهم آمين. وما شاء الله عليك وإخوانك وتضلوا سند وتضلوا خلف هاي المهنة اللي تورثتوها عن الوالد، وحتى تكون قصة نجاح وذكرى لأب رحمة الله عليه إن شاء الله يا رب. إن شاء طبعاً أستاذ عبد الكريم، نتحدث الآن عن قاعدة أساسية وهي منظومة تنامس الأمن والأمان اللي تنعم فيها دولة الإمارات العربية المتحدة. دولة الإمارات العربية المتحدة تنعم بنعمة الأمن والأمان، موفر الأمن الكامل للمواطنين وللوافدين، نعم من الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. ومن ثم مجهود الشيوخ. أكيد أكيد سيدي، ما في شك. طبعا البيئة والجو، البيئة، بيئة الأمن والأمان الموجودة فعلا حقيقة بالإمارات العربية المتحدة هي كانت الأساس اللي دعمنا واللي قدرنا من خلاله يعني نكبر ونتوسع وإلى آخره. بدونها أكيد ما في استمرارية، ما في شغل. الحمد لله رب العالمين. بنوجه تحية لشيوخنا، الله يطول بأعمارهم ويزيدهم ويمدهم بالصحة والعافية إن شاء الله يا رب. طبعاً أستاذ الكريم، خطر ببالي السؤال هلا بدي أسألك إياه، يعني دولة الإمارات تختلف عن باقي الدول الأخرى، يعني فيها 256 جنسية، هل تواجهوا بعض الصعوبات فيها؟ بالعكس بالعكس بالعكس، هذا التنوع الموجود يعني ثقافات متعددة، ثقافات زيادة. طبعاً كما ذكر أستاذ الكريم المدير، إنه طبعاً محمود صنادة دائماً رائد في تصنيع أفضل أنواع المكسرات، طبعاً ابتداءً من المواد الخام أو الرو ماتيريال إلى مرحلة التصنيع والوصول إلى المستهلك. طبعاً بالنسبة للقهوة، طبعاً القهوة في منها عدة أنواع. طبعاً النوعين الأفضل اللي إحنا بنشتغل فيهم اللي هم النوع الهندي والنوع البرازيلي. وبالنسبة للنوع الهندي طبعاً نختار كمان أفضل أنواع البن الأخضر الهندي، المحاصيل بتكون دائما نيو أو جديدة، بتكون جديدة. طبعا بنختار نوع الحبة وقياس الحبة، وطبعا بنستوردها من خارج الدولة ومنعيد تحميصها داخل مصانعنا. طبعا تهبتنا من حين بنحمصها في أكثر من بروفايل. طبعا عندنا البروفايل التركي، التحميص التركي والتحميص الإماراتي والتحميص السعودي طبعا، وتحميص الوسط اللي هو المعتاد او الناس المتعوده عليه. نعم استاذ وائل، لو تفرجينا، يعني انت من شوي ذكرت لنا انه في انواع القهوه، لو تفرجينا الانواع اللي عندكم مثلا. طبعا رح نبتدي بالانواع اللي هي بتكون كومن، اللي هي بتكون اكثر المتعارف عليها بين الناس، اللي هو الميديوم روست. الميديوم روست هي احنا بنسميها القهوه الوسط. طبعا القهوه الوسط بتنطلق منها القهوه التركي، بتنطلق منها الاسبريسو والامريكانو وهو الى اخره. طبعا النوع الثاني اللي هو القهوه العربيه الاماراتيه، طبعا لها روستنج بروفايل معين او لون معين في التحميص، طبعا بتكون بهذا اللون. طبعا حبوب تخلط مع الهيل الحب وبعد تطحن وتعبأ وتقدم الى الكاستمر. بيجينا النوع الثالث اللي هو القهوة الأسود. طبعا القهوة الأسود كمان تنطلع أو يعني بتكون تحت نطاق القهوة التركية الوسط، ولكن احنا يعني بتكون عبارة عن صنف يخلط مع القهوة الوسط عشان يتحكم بدرجة اللون. يعني ممكن احنا نعمل القهوة التركي سترونج او ميديوم او يعني طبعا بالنسبه للروستنج بروفايل او درجه التحميص. طبعا هي بالنسبه للقهوه الهندي. القهوه البرازيلي طبعا نفس الشيء، ولكن الكواليتي بيختلف، الحبه بتختلف، النوعيه بتختلف عن القهوه الهنديه. ولكن احنا كغرناطه
من 45 سنه داخل دوله الامارات ونحن نعتمد القهوه الهنديه اللي هي اللي تميزنا فيها طول هالسنين هي كامله. في شغله مهمه جدا انه القهوه ما تغير المصدر، مصدر واحد عشان تتغير على الزبون وما تتغير على المستهلك. فبأي مكان وبأي زمان القهوة هي ثابتة الطعام، فهذا كمان سر من أسرار أيوة نجاح محمد صرناطة بهذا الشيء. أيوة طبعا يعني في عنا يعني حسن اختيار المادة الخام أيوة والثبات على المادة الخام. في كمان ثبات على نوع التحميص، لأن درجة عملية التحميص هي جدا كمان مهمة بإعطاء المادة الأخيرة أو المادة النهائية من من المنتج. نرجع نكرر بالنسبة للمكسرات، إحنا حكينا عن القهوة. طبعاً المكسرات كمان بتكون نفس الشيء. بيبتدي من الرو ماتيريال اللي هو بيكون نمبر 1. بعدين الروستينج بروفايل اللي هو طريقة التحميص. طبعاً سر من أسرار نجاح محمد صغرناطة الدرجة الأولى المادة الخام. ثانياً والأهم من المادة الخام اللي هي طريقة التحميص. طريقة التحميص من 45 سنة لتاريخ اليوم نحن نستخدم طريقة التحميص التقليدية، وهي اللي بتعطي المذاق الطيب للمكسرات. لأنه في كتير مصنعين مكسرات بيستخدموا الأفران، فالأفران ممكن تأثر على طبيعة، لأنه نحن بنعرف المكسرات هي عبارة عن زيوت، وهي الزيوت ممكن تتأثر في 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 طريقة التحميص. فنحن عملية الترديشنال روستينج أيوة الترديشنال روستينج بروسيجر هي طريقة تقليدية في التحميص. مش ضعف إنه نحن ما في إمكانية إنه نجيب، لا لا لا، إحنا متخصصين هذا الموضوع عشان نضل نكهة المكسرات موجودة، قيمتها الغذائية وكنكهة موجودة فيها. طبعاً إقبال الناس لاحظ جوابك على إقبال الناس على المكسرات. طبعاً حكينا ونرد من عيد من المواد الخام لطريقة التحميص. الحين نجي للشيء كمان شيء مهم أو نقطة مهمة، لأنه في محمد صغرناطة سبب الإقبال كمان هو دائماً عندنا فريش روستنج، يعني دائماً عندنا المواد محمصة بتكون دائماً طازج ما عندنا تخزين زبائن. طبعاً إحنا حكينا قبل شوي عن نوع المواد وطريقة التحميص. طبعاً إحنا نتبع أسلوب محمد صغرناطة حكينا فيها اللي هو أسلوب التحميص اليومي غير تخزيني. طبعا هي المواد تحمص يوميا، تبرد، تغلف. طبعا هلا طريقة التوزيع نوعين، طريقة التوزيع داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وطريقة التوزيع اللي هو التصدير خارج الدولة. طبعا داخل دولة الإمارات بيكون عملية التوزيع بتعبئة بتكون بهذا الشكل، موافق عليها من البلدية الشارقة ودبي طبعا، وتوزع بفانز تكون مؤهلة ضمن مواصفات معينة مبردة عشان توصل بضائع للكونسيومر أو للكاستمرز بشكلها الصحيح بطريقة سليمة. طبعا دائما ننصح الزبائن بطريقة التخزين أن تكون طريقة التخزين جيدة بدرجة حرارة اللي هي جات حاره التكييف تكون برا، لانه حتى التمرت بعض الاحيان بتكون حاره يعني عشان نحط طبعا لازم متابعه طبعا لانه لما الزبون يستمر احنا استمرنا يعني انا احس انه فهذا فهي نقطه حلوه يعني نقطه حلوه ان احنا دائما هي عمليه الفولو اب مع الزبائن تكون موجوده. طبعا هي بالنسبه لدوله الامارات العربيه المتحده. هلا بالنسبه لعمليات التصدير، طبعا احنا من الناس مش الوحيدين ولكن يعني نعتبر الحمد لله بنتبع طريقة حلوة مثالية اللي هي عملية تفريغ من الهواء. طبعا عملية تفريغ من الهواء هي للتصدير للكمال للحفاظ على الجودة، بتكون عبارة عن أكياس مسحوب منها الهواء فيها مادة النيتروجين أو غاز النيتروجين. طبعا غاز النيتروجين يعتبر من المواد اللي بتمنع عملية الأكسدة، وبالتالي بنحافظ على جودة المكسرات 18 شهر بحيث فتح بأي وقت فتحناها تظل محافظة على جودتها وتكون فريش والكرانشي تبعها بدون ما تبقى. طبعا حكينا عن محمد صغرناطة وحكينا عن أقسام محمد صغرناطة، ابتدينا من قسم من المصنع بعدين قسم الجملة بعدين لقسم اللي هو القسم الأخير اللي هو الريتيل شوب أو قسم بيع التجزئة أو المفرق كما بيقولوا.
طبعا محل الانفراء نحن الحمد لله رب العالمين نستخدم فيه نفس جودة البضائع وطبعا يعني هذا بالآخر لألنا. طبعا نبتدي بقسم القهوة. طبعا القهوة حكينا عنها في منها عدة أنواع. طبعا بمحلنا احنا ما نستخدم النوع واحد غير الأنواع اللي شفناها في محل الجملة. محل اللي هي القهوة الهندية رقم واحد. طبعا بالإضافة طبعا كل نوع من القهوة إلى نوع من أنواع المطاحن. طبعا القهوة التركي لها مطحنة مختصة فيها، العربي السعودي الإسبريسو كله له مطحنة على حسب الخشونة على حسب النوع المطلوب من الزبائن. طبعا قسم القسم المعصرات طبعا كان تشكيله واسع جدا من المعصرات مثل ما انتم شايفين بطريقة العرب. كمان ما بدنا نعيد فيها تكون دائما فريش وتكون دائما بحالة ترضي جميع الأذواق. بتكون صادرة طبعا أكيد من المحل طبعا من المحامص للستاندرد. تمام طبعا في عندنا قسم ثاني أيوة اللي هو قسم الشوكولا. طبعا أنواع الشوكولا كثيرة، في منها الشوكولا المحلية الإماراتية، في منها الشوكولا اللبنانية، في منها التركية، في منها البلجيكية، يعني كمان أنواع كثيرة. كمان بنحاول نرضي أكبر جزء من الأذواق فيها. وعم نجي للقسم كمان القسم الثالث اللي هو أو الرابع هو قسم الهدايا. طبعا قسم الهدايا طبعا نعتني دائما بيكون بي نوع معين من الذوق، يعني على حسب كمان الكاستمر او حسب رغبة الكاستمر بالشكل او باللون. طبعا بتكون يعني بناء على رغبة الكاستمر في النهاية. ما شاء الله يعني اللي بنشوفه انه يعني محمصة غرناطة يعني كانت شاملة الحمد لله رب العالمين في كل ما يستحقه الحمد لله. طبعا محمد صارت تشوف مثل ما انك شايف ما فيها التنوعات الكثيرة. في كثير ناس تشتغل في المواد الغذائية بتتوسع او بتطلع او بتنزل لاينز غير المكسرات. طبعا هذا الشيء بشتت بضعف التركيز. فنحن مركزين على المكسرات والقهوة عشان نبدع فيها ونوصلها في نفس الوقت يعني حافظتوا على الجودة وعن النكهة الأصلية. الحمد لله رب العالمين. طبعا هو في عندنا قسم الشوكولا النوع الثاني، شوكولا الإيطالي، قسم الملبن. طبعا هي الملابن صنعت خصيصا لمحمصة غرناطة كمان بعد بجودة عالية. طبعا داخلي عنا في محل الريتان ولكن ما تصنع في دولة الإمارات، تصنع في لبنان، يجي على اسم محمصة غرناطة من لبنان.